السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ونحن على أعتاب عاشوراء، عاشوراء الثورة، عاشوراء التضحية، عاشوراء الصمود، نأخذ هذا الدرس العاشورائي ونقول ونوجه الرسالة إلى الأستاذ الفاضل أبا حسين. لن نوجه الرسالة إلى هذا النظام الفاسد كما عبر عنه الأستاذ الفاضل، لأن هذا النظام الفاسد لا يسمع ولا يعي، لا يسمع أي مناشدة وأي خطاب. خطابنا إلى الأستاذ الفاضل عبد الوهاب حسين، ونقول له ونحن على أعتاب عاشوراء إن الحسين عليه السلام قد امتحن أصحابه فوجد منهم التضحية والصبر والعطاء، وقال لا يوجد على وجه هذه الأرض أصحاب كأصحابي. ونحن نقول يا أبا حسين طب خيرا، نعاهدك فإن أبناؤك عوائل الشهداء، أبناء بلدتك، أبناء شعبك، كل الأحرار في العالم لن يتخلوا عنك يا أبا حسين. إنه عهد قطعناه منذ أول يوم افتتحت فيه ثورة 14 من فبراير، وخرجت في مواجهة الظلم بكل سلمية، ونحن هنا نجدد العهد معك ومع كل الرموز ومع المعتقلين ومع الشهداء وعوائل الشهداء، ونقول يا أبا حسين سوف نكون صمودا كما نهلنا منك، نهلنا منك الإباء والصمود والإباء والشموخ والأنفة، ولن نتنازل عنك وعن الرموز وعن جميع المعتقلين حتى ننال جميع مطالبنا ونقتص من قتل شهداءنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.